السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من التناصح، نبدأها بأبرز الأنباء. تواصل الاشتباكات في مدينة صبراتة وما يعرف بغرفة محاربة تنظيم الدولة تستهدف وفدا للمصالحة وسط المدينة بعد أن أعطتهم الأمان. تفاقم الأزمات في الجنوب الليبي يتسبب في تعليق الدراسة واحتجاجات من أهالي المنطقة. شورى مجاهدي درنا يستهدف تمركزات لميليشيات الكرامة بمنطقة الظهر الحمر جنوب المدينة. أهلا بكم. عقد الأحد اجتماع ضم المجلس البلدي والعسكري وأعيان مدينة صبراتة والأطراف المتصارعة داخل المدينة، وذلك حسب ما ذكر مصدر محلي من هناك. وأضاف المصدر في تصريح للتناصح أن المجتمعين ناقشوا إمكانية وقف إطلاق النار النهائي وسط صبراتة، مشيرا إلى أن مجالس المدينة دعت الأطراف المتصارعة للخروج منها. وأكد المصدر أن غرفة محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة رفضت الانسحاب من وسط صبراتة، مشيرا إلى نزوح عدد كبير من العائلات خشية تطور الاشتباكات. حمل المجلس البلدي صبراتة مسؤولية ما تشهده المدينة من اشتباكات، حملها للمجلس الرئاسي المقترح ووزارة دفاعه بلدي صبراتة. وفي بيان له استنكر ما قامت به أطراف النزاع بالمدينة من الاستعانة بتشكيلات مسلحة من خارج المدينة لمساعدتها، مطالبا إياهم بضرورة إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن والانسحاب وترك المجال لمديرية الأمن الوطني للقيام بواجب في الحفاظ على أمن المدينة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد ميلود الأسود وهو مقرر مجلس أعيان وحكماء صبراتة. سيد ميلود أهلا بك. بداية، ما تعليقكم على ما يجري الآن في مدينة صبراتة عفوا، وإلى أين وصلت الأحداث؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا لصدارة الاستضافة، ونحيي هذه القناة الفتية وعلى متابعة الأحداث. والأمور في صبرات الحقيقة كنا يعني صار يعني نزال في توافق في هذا الموضوع، والحكماء والأعيان وأهالي المنطقة وحتى المناطق المجاورة الحقيقة بذلوا جهود في هذا الموضوع، ولكن الغرفة يعني غرفة حرب تنظيم الدولة الحقيقة عندها شوي تعنت في هذا الموضوع، وهذه هي اللي واجهتنا السنة يعني بالأمس. هذه هي المشكلة اللي تتطور حاليا، اللي بقول لك عليها. نعم، إذا يعني أنتم في الحكماء والأعيان تواصلتم مع أطراف النزاع، إلى أين وصلتم معهم؟ هل هناك الآن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار في المدينة؟ والله حاليا تو هي الفتره الحاليه في هدوء حذر الحقيقه في المنطقه، لكن امس كنا اتفقنا على اساس ان تنسحب جميع التشكيلات من داخل المدينه وعلى اساس تبقى في اطراف المدينه، وان يستلم مدير الامن، هذا الكلام في مديريه الامن، ان يستلم مدير الامن اللي هو الامن المدينه ويوزع الشرطه على المدينه، ولكن امن الغرفه اللي هو العميد عمر عبدين الحقيقه رفض هذا الموضوع. هذه المشكله اللي احنا تو نواجه فيها الحقيقه. نعم. طيب يعني أنتم كحكماء وأعيان في المدينة أليس لديكم أي ضغط على الأطراف حتى يتم إقناعهم؟ والله ضغطنا ورفعنا كثير الناس ودخلنا حتى الأستاذ العرب الشريف اللي هو طبعا باعتباره عضو هيئة الدستور، وقلنا على أساس أن حاولنا والعميد والعميد البلدية والأعضاء المجلس البلدي وكنا مع بعضنا، ولكن وحتى قلنا حتى إحنا على أساس أن يعني تنطق الناس وتذهب للمدينة وتجلس حتى كبار السن وعلى أساس أنها تفرق بين الطرفين، ولكن الغرفة أبلغتنا بأن رغم إذا دخلت المدينة ممكن يصير عليكم حتى رمي وأن لا نتحمل مسؤولية حياتكم في هذا الوقت. وهذه حتى مشكلة كبيرة الحقيقة اللي صارت. والمشكلة الأخرى أن في مشكلة ثانية وهي أن الغرفة يعني القرار صعب شوية، لا أدري طبعا الأستاذ العميد عمر هل القرار هو قرار او قرار هي اخرى مش عارف. نعم، ايضا هناك جهات من مدينه صبراتة ادانت
استعانة بعض الأطراف بأطراف من خارج المدينة، يعني ما تعليقكم والله على هذا؟ لحد الآن أسمع، لحد الآن لم يصل أحد من خارج المدينة، يعني ما فيش أطراف الحقيقة من خارج المدينة دخلت لحد الآن، ولكن وإحنا الموضوع طبعا داخلي، هو نزاع داخلي حول يعني رمي على بوابة ومات فيها شخص، هذا هو الموضوع داخلي فقط، لأن إحنا متفقين قبلها كان في ترتيبات أمنية بين الغرفة وبين عميد البلدية وبين مديرية الأمن، كان في ترتيبات أمنية معروفة بأن التشكيلات المسلحة تقعد خارج المدينة وأن داخل المدينة هو يتولى، هذه فيها محاضر مكتوبة يا أستاذ والله. نعم، طيب هل لديكم أي تواصل مع الجهات الرسمية في الدولة وخاصة الحكومة المقترحة في طرابلس ووزاراتها؟ والله أسمع عميد البلدية وجه نداء للحكومة المقترحة وقال أن لابد من التدخل، وتدخل بالمصالحة، حقيقة احنا ما نبوش قوات ولا نبو شيء ولا نبو أي شيء، احنا بنتدخل بالمصالحة وحاول يضغطوا، لأن هو الغرفة هي تابعة لمجلس الرئاسي والكتيبة 48 هي تابعة يعني وزارة الدفاع في المجلس الرئاسي، وهذه هي المشكلة، يعني احنا هم طرفين راهم طرف واحد، هم لا ادري طبعا كيف الخلاف صار في هذا الموضوع، يعني انا حتى يعني خلاف ما ليش معنى الحقيقه، ويعني واحنا خايفين على المدينه وخايفين على المواطنين اللي فيها الحق، يعني المدينه يكون حوالي 25000 ولا 26000 نسمة، الحقيقه مشكله كبيره على داخل المدينه، راهم يقول لك انا يعني داخل المدينه. طيب هل لديكم اي رساله سيد بيلود؟ والله انا رساله بنوجهها للجهتين، انهم هم يتحلوا بالصبر، وان احنا يعطونا فرصه يا سيدي ينسحبوا خارج المدينة، وإحنا في النهاية نديروا ترتيبات أمنية ونجلس مع بعضنا بعد ما يقف، طبعا أنت عارف أن الحلول في أثناء القتال لا تتم، يعني لابد من وقف إطلاق النار قبل، وبعدين نمشوا نجلس مع بعضنا ونديروا ترتيبات أمنية جديدة، وحتى كان في أخطاء ونحاسب المخطي في الأول ولا في الآخر وللقانون، وهذه نصيحتي لأنهم يتحلوا بالصبر، وأن جماعة الغرفة يلينوا شوية في هذا الموضوع، لأن جماعة لأن كتيبة 48 لحد ما يعني مستجينين بعض نعم يعني. نعم، مقرر مجلس أعيان وحكماء صبراتة السيد ميلود الأسود كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. في صبراتة أيضا كانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين مجموعات مسلحة بعد هدوء نسبي ساد مناطق الاشتباك مساء الأحد. مصادر من داخل المدينة ذكرت أن عددا من الأهالي الواقعة مساكنهم بمحيط مناطق الاشتباكات قد غادروا بيوتهم، مشيرة إلى أن عناصر مسلحة تتمركز فوق أسطح البنايات المطلة على وسط المدينة. هذا وتجري محاولات تهدئة من أطراف يمثلون مدن جوار صبراتة لمحاولة فض النزاع. قال مصدر من مدينة صبراتة إن وفدا للمصالحة تعرض للرماية من قبل عناصر ما يعرف بغرفة محاربة تنظيم الدولة وسط صبراتة، وأكد المصدر أن الوفد كان يجوب المدينة برايات بيضاء وتمت الرماية عليه، وأنه تلقى الأمان من طرف ما يسمى غرفة محاربة تنظيم الدولة، ما أدى لإصابة أحد أعضاء الوفد إصابة خطيرة. وأشار المصدر أن الرماية على الوفد تمت بالقرب من معهد المهن الشاملة وسط مدينة صبراتة. قال مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر بصبراتة إن فرق الهلال الأحمر لم تتمكن من إخراج بعض العائلات من مناطق الاشتباكات بحسب بيان صادر عنه. أحد أفراد الهلال الأحمر قال في اتصال للتناصح إن هناك عدد من العائلات لا زالت عالقة بمناطق الاشتباك، مشيرا إلى عدم قدرتهم في إخراج تلك العائلات بسبب عدم تمكنهم من توفير ممر آمن. وأكد منتسب الهلال الأحمر أنهم قد قاموا بمحاولة لإخراج العائلات العالقة بعد التنسيق مع طرفي النزاع، لافتا إلى تعرضهم لإطلاق نار من قبل أحد أطراف النزاع حين محاولتهم التقدم صوب مناطق الاشتباك. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مكتب الإعلام بالهلال الأحمر صبراتة السيد أحمد العلاقي. بداية سيد العلاقي أهلا بك، ولو تحدثنا عن جهودكم في الهلال الأحمر وعن الوضع داخل الوضع الإنساني داخل مدينة صبراتة.
في البدايه اهلا بكم تحيه للمشاهدينكم الكرام. حياك الله. ما يحدث في صبرات الان من مجهودات الهلال الاحمر الليبي منذ صباح يوم امس هو محاوله فقط لاخراج العائلات التي وقعت تحت فرض الاشتباكات في مدينه صبرات. اليوم حاولنا بشتى الطرق الوصول اليهم بعد ان وصلتنا معلومه ان احد الاطفال اصيب باطلاق ناري داخل المنزل. نعم. كانت بين الوسيله الوحيده هي الدخول باعلام بيضاء بفريق مشكل من الهلال الاحمر وشباب منظمات المجتمع المدني بصبراته. نعم. ولكن للاسف بعد الاتفاق مع طرفي النزاع واخذ الموافقه بالدخول نتعرض الى اطلاق ناري. لا نعرف المصدر ولا نعرف ما الغايه والغرض من هذا الاطلاق، رغم ان الغايه معروفه هي اخراج العائلات الواقعه تحت النيران. نعم. طيب يعني لو تحدثنا عن الوضع الانساني لهذه العائلات وما مدى خطوره الوضع عليهم في ظل الاشتباكات الجاريه. الوضع الانساني رديء 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 الى الى اقوى لبعد الحدود. لا نستطيع حتى ان نصل اليهم الان بالاتصالات لان التيار الكهربائي مقطوع منذ مساء يوم امس. ايضا الانترنت مقطوع ايضا بعد ظرف البريد بمدينه صبراته. الان لا ندري عنهم ولا نعلم عنهم اي شيء. هي قطعت عليهم الكهرباء مقطوعه. حاولنا التواصل مع عده عائلات صبيحه اليوم، اخرجنا البعض ولكن معظم العائلات التي واقعه تحت خط النار لم نصل اليهم حتى الان. طيب حصيلة ما جرى في مدينة صبراتة، الأحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة، إذا كان لديكم حصيلة للقتلى والجرحى. في الحقيقة نحن لم نتواصل مع أي من الطرفين حول هذا الموضوع لأن يبدو أن الطرفين متحفظين على 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 عدد القتلى والجرحى. نعم. القتلى والجرحى يتم إسعافهم من قبل الجهات التي يدفعونها. فقط نحن حاولنا فقط إخراج العائلات من خط النزاع ولا زالت الجهود مستمرة ونرجو كل من يستطيع أن يساعد. نعم. الهلال الأحمر الليبي فرع صبراته أن يتوجه إلينا أو أن يضغط على الجهات أو الأطراف المتنازعة أن تجعل لنا على الأقل ساعة أو ساعة ونصف لإخراج هذه العائلات. نعم. هل لديكم أي رسالة تريدون إيصالها؟ ليس لدينا إلا أن نقول أرجوكم 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 أنظروا إلى هذه العائلات، أنظروا إلى الأطفال. لا إذا هناك كبار سن مرضى ضغط وسكر بالأمس حالتين تم تشجيرهما يحتاجون إلى 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 أدوية لازمة من الأورام وما إلى ذلك ولم يتلقوهما حتى الآن. نعم السيد. انظروا الى هذه العائلة. نعم، اتمنى ان تكون هذه الرسالة قد وصلت، كان الله في عونكم. السيد احمد العلاقي عضو مكتب الاعلام بجمعية الهلال الاحمر في مدينة صبراتة، شكرا جزيلا لك. في صبراتة منذ ثلاث ليال او ليال تعيش المدينة حالة من الخوف والهلع وسط غموض يلف الأجواء وسط المدينة ونزوح كبير للعائلات خوفا من تطور أحداث لا تحمد عقباها. تفاصيل أكثر مع تقرير الزميل معاذ بن مسعود. ما إن نفضت مدينة صبراتة غبار الحرب مع تنظيم الدولة في المدينة حتى افتعل مغرضوها الأزمات واحدة تلو الأخرى. تصعيد جديد في مدينة صبراتة، ولكن هذه المرة وسط المدينة. فعلى تلك المسامع يعيش أهالي صبراتة في خوف ورعب خشية تطور الأحداث إلى أمور لا تحمد عقباها. البداية كانت عندما تعرضت سيارة تابعة للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان إلى رماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لما يسمى بغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة التي أنشئت حديثا بمدينة صبراتة، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى واندلاع اشتباكات لم تتوقف إلى هذه اللحظة.
وعلى إثر هذه الاشتباكات بدأت حركة نزوح كبير للعائلات من وسط المدينة خوفا من سقوط المزيد من الضحايا. وكعادة ضعاف النفوس والمتاجرين بالأزمات، انطلقت دعوات من ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة بالمناطق المحيطة بمدينة صبراتة للدخول في الحرب بمشاركة طيران قاعدة الوطية الجوية الذي حلق صباح الاثنين لدعم النزاع والشقاق داخل المدينة. جميل حتى انت منش نساند وكلم ابراهيم شلتة تقول له الان يحرك حتى هو جماعته. ايه والنبي كلمهم ورحمة باباك والنبي. والوضع 100% بالنسبة للسلفيين والجيش حكم مسيطرين دوا على المستشفى. هذاك نزل دبابات ونزل برنامج هذا اللي يقولوا للعم وما عمه ومش عارف شني. ايه تحركوا في قديمة الساعة هاي حتى هي نازلة بتستانسكم غادي بالله في شنس ما بتستانسكم في صبراتها. لا اللي نازلة من بير غنم يا راجل. من جهته حمل المجلس البلدي صبراتة المجلس الرئاسي المقترح ووزارة الدفاع بحكومته الغائبة مسؤولية ما تشهده المدينة من اشتباكات، داعيا الخيرين والعقلاء من المدينة وخارجها لضرورة إنهاء الاشتباك القائم وتجنيب المدينة ويلات الحروب والدمار. إلى ملفنا الثاني في هذه النشرة، وهو الآخر ملف شائك. قامت الجهات الأمنية بمدينة القطرون بحملة واسعة على مهربي المهاجرين غير الشرعيين ومهربي السلع المدعومة عبر الحدود الجنوبية. وتم خلال هذه الحملة القبض على سيارات وقود كانت في طريقها للحدود الجنوبية، وكذلك ضبط عدد من سيارات تهريب البشر وشاحنات تهريب السلع المدعومة المختلفة. في القطرون أيضا يعاني مستشفى المدينة من نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية، الأمر الذي جعل المرضى يقطعون مسافات طويلة للعلاج في مدينة سبها. وناشد المستشفى الجهات الحكومية توفير الاحتياجات الضرورية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم خدماته الضرورية للمواطنين. وحول الوضع في مدينة القطرون ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي سيدا وردابو عميد بلدية القطرون. بداية سيد علي أهلا بك، ما الوضع داخل مستشفى القطرون؟ هناك حديث عن أزمة خانقة يمر بها المستشفى، اضطر الأهالي للخروج خارج المدينة للعلاج، ما هي الأوضاع في المستشفى؟ في البداية أهلا بكم. أهلا بك. في بالنسبة لمستشفى القطرون القروي، هذا المستشفى يعاني من مشاكل كبيرة جدا بحكم أن المستشفى لا يوجد به دكاترة أطباء، بحكم أن الأطباء كانوا من دكتوريا كانوا من المستشفى وبعد 2014 حتى الآن اليوم 2017 لا يوجد دكاترة داخل القطرون القروي، ولذلك مستشفى القطرون القروي هي أول مستشفى اللي إذا كان أي مهاجرين غير شرعيين إذا كان الدولة الخشبية أول مستشفى تعرضوا للصحراء الصحراء الساحلية تعرضوا للحوادث، وأول مفهوم كان يقول مستشفى القطرون القروي نعم سيد علي، فقط لو ترفع الصوت قليلا حتى نستمع إليك بوضوح. باقي الخدمات الأساسية داخل المدينة، والمستشفى يعتبر من أساسيات الخدمات المقدمة في المدينة، كيف هي باقي الخدمات داخل المدينة؟ داخل نطاق البلدية أغلب الخدمات اللي المفروض اللي يكون المواطن
انتهى دول حاليا الان يتكلموا عن ازمه الوقود. الوقود الان ليتر بتاع الوقود البنزين واصل ل 3 دينار في السوق السوداء، واما في محطات الوقود فيها فتره مش موجوده. هذا حال في جنوب سيناء بالكامل، وهذه تعتبر ازمه كبيره جدا في جنوب سيناء حاليا. ثالثا يتكلموا عن ازمه النظافه. لما نتكلم عن ازمه النظافه فان شركه النظافه تتبع لوزاره التحليل، وعلى مستوى 5 درجات في منطقه مربط تكون شركه نظافه واحده، هذه الشركه لا تسترد ولا تؤدي في المهام بتاعها، والمنطقه بالكامل الان مرتبطه في القمامه. ونحن كبلديه راوا مع الناس ادنى امكانيات للدخول بنظافه المنطقه. وكذلك نتكلم عن مشكله التعليم، الفصول الدراسية على أبواب أن المدارس تبدأ، التعليم، الطابورات، الفصول الدراسية، الكراسي، مشكلة جدا في عدد الطلبة زادوا، وعدد الفصول الدراسية شوي، وذلك حتى يعتبر مشكلة. وزير التعليم في الأخير جاء القطرون، هذه منطقة القطرون تكلموا عن كاشف التعليم مع نعم لمدى في كثير من المدرسة الإعدادية والثانوية في أي مدرسة واحدة. قال بانه وعدهم بانه يجي لهم مدرسه. طيب لكن عند الان لا يوجد اي شيء على ارض الواقع. نعم السيد العميد، يعني انت ذكرت مساله مهمه وهي مسألة الوقود والتهريب، ما نتج عنه انعدام للوقود إلا في السوق السوداء وارتفاع في سعره. ما هي آخر تطورات الحملة الأمنية التي تقام ضد مهربي السلع الأساسية، السلع المدعومة، وأيضا مهربي البشر كذلك؟ هذه الحملات رأوا حملات رأوا بسيطة، رأوا تهريب الوقود في الجنوب الليبي أزمة كبيرة جدا وبرنامج كبير جدا، لا يمكن أن تحد إلا ببرامج من الدولة المركزية، مؤسسة وطنية للنفط، لابد أن تجعل برنامجا واضحا في آلية الدعم الوقود في الجنوب الليبي. الجنوب الليبي حتى وإن كان في مستودع شبه الوقود، فإن الجنوب الليبي الآخر أبدل مناطق مرزوق وباري غاز لا تصل إليها الوقود. ولذلك أزمة الوقود وأزمة تهريب الوقود هذه مسؤولة عليها مؤسسة وطنية للنفط وليس للجهات الأمنية. لابد مؤسسة وطنية للنفط تضع برنامجا واضحا لدعم محطات الوقود، لأن اللي يهربوا الوقود هم عناصر من داخل مؤسسة وطنية للنفط. لابد أن مؤسسة وطنية للنفط أن تتحمل مسؤوليتها. طيب هذه الأزمة لأن احنا في جنوب الليبي جميع مناطقنا مرزق قطرون وباري وغات كل هذه المناطق تعاني من هذه الأزمة، بحكم بأن في عملية منهجة لتهريب هذه نعم. سيد علي، أنتم في البلديات يعني مسؤولون عن تقديم الخدمات للمواطنين، هل راسلتم الجهات المختصة؟ هل راسلتم الوزارات في طرابلس أو الحكومة الموجودة في طرابلس؟ ما ردة الفعل؟ كيف يتعاملون معكم؟ نحن البلديات راه تم تأسيسنا لكي نكون ساكن فقط، لا رسائلنا لديها أي دور وليس لدينا أي صلاحية. لا حكومة، قانون 59 غير مفعل، معطل بالكامل. العميل البلدية والبلديات ليس لديها أي صلاحية، ولذلك على المواطنين لابد أن يعوا لأن الإدارة المحلية خلقت لكي تقدم لهم خدمات، لكن الحكومة المركزية ليس لديها أي استراتيجية واضحة لفصل هذه الاختصاصات من الوزارات البلدية، ولذلك نحن الآن نحن ليس لدينا أي صلاحيات لكي نقوم بأي شيء، لأن حكم بأن خلال تخيل بأن خلال 2018 البلديات تصل لها 100,000 في البلدية، هل 100,000 هذه تقدم خدمات للمواطنين؟ هذه الميزانيات نعم. هذه ضئيلة جدا ولا يمكن لأي بلدي أن يقدم أي شيء من وقت. نعم سيد علي، إذا كانت لديكم أي رسالة تريدون توجيهها من خلال منبر التناصر. نحن توجيهنا لابد للمواطن الليبي أن يعي بأن الإدارة المحلية هي
هي كونت لكي تكون الشخص المواطن في أي منطقة جديدة. وذلك لابد على جميع المواطنين الليبيين أن يسعوا بكل ما يجب من جهد أن يدعموا البلديات لكي تفصل وتعطى لها الصلاحيات لكي تقدمهم هم. لأننا نحن خلقت البلديات ونحن جئنا لكي نخدمهم، وذلك إذا كان ليس لدينا أي صلاحيات أو أي إمكانيات فإننا يكون عايزين عن تقديم أي خدمات لهم. شكرا لكم، بارك الله. نعم، شكرا لك عميد بلدية القطرون السيد علي سيدا وردابو، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. في الجنوب أيضا، أكد مدير مركز الإعلام بجامعة سبها حاتم لوان للتناصح على قرار مجلس إدارة الجامعة باستمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاجتماع المزمع عقده في 26 من الشهر الجاري، وذلك نظرا للنقص الحاد في الوقود وارتفاع سعره. لوان أفاد بأن مجلس الجامعة في حالة ترقب لما تؤول إليه الأوضاع، وفي حال عدم تحسنها سيتم التأجيل، موضحا المجهودات الكبيرة التي يبذلها المجلس مع أعيان مدينة سبها لحلحلة المشكلة والوصول إلى وضع يسمح بالعمل بشكل طبيعي في هذه القلعة أو القلعة العلمية بحسب وصفه. نظم عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة غات مظاهرة احتجاجية ضمن حراك كفى صمتا الذي يعم بلديات عدة بالجنوب الليبي، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وترديها بالجنوب. وقد طالب المحتجون بإصلاح الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية عموما وغات خصوصا، وتوفير الوقود والمحروقات وإصلاح الوضع الصحي بالمدينة. وهدد المحتجون بتصعيد احتجاجاتهم في جميع مدن الجنوب وإيقاف إنتاج حقول النفط بالجنوب الليبي من يوم 10 من شهر أكتوبر القادم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وحول هذا ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الحقوقي من الجنوب السيد طاهر النغنوغي. سيد طاهر، أهلا بك، حدثنا بداية عن هذا الحراك الذي أصبح يعني يتظاهر وله وقفات احتجاجية وله مطالب، وهو حراك كفى صمتا. نعم سيد الطاهر، سيد طاهر هل أنت في الاستماع؟ نعم سيد الطاهر، سيد طاهر حدثنا عن دوافع هذا الحراك، حراك كفى صمتا. هذا الحراك لا شك أنه ورد من رحم المعاناة التي يعانيها الجنوب الليبي بصفة عامة، وهذا الوادي بصفة خاصة من شح الوقود وفقد السيولة، وحتى أن يوجد أمن، يوجد أمن دون أمان داخل هذه المناطق، ومقومات الحياة غير موجودة على الإطلاق مما دعا الشباب للخروج والتعبير عن رأيهم قبل ارتكاب أي تصعيد حتى يتضح الأمر لجميع الجهات المسؤولة داخل الاتحاد، داخل الساحة الليبية من حكومات وهيئات ومؤسسات ومن لها يد في هذا الموضوع. الأمر أصبح لا يطاق، الناس أصبحت لا تستطيع العيش في هذه الظروف الراهنة. سعر الوقود الآن وصل اللتر إلى 4 دينار في مدينة غات، 3 دينار في مدن وباري ومرزق. أسواق الصيد هي من تسيطر على الوضع الحالي داخل الجنوب الليبي، وهذا لا يخفى على المسؤولين. بجانب الأزمة تكاثرت الفترة الأخيرة على مستوى الصعيد الليبي، ولكن لا تفعل شيء داخل المناطق الجنوبية، مما دعا الشباب يحتجون بهذا الحراك ويذكرون حقوقهم في مذكرات وسيتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة. وإذا لم تستجب الجهات المسؤولة، الكل يعلم أن الدولة في هذه الفترة لا تتكلم إلا بلغة القوة، فهذا الأمر سيجعلنا نتصاعد، أحيانا ستغلق الحقول، أحيانا تقف هناك مصالح حتى ترى إلينا الجهات المسؤولة بعين الاعتبار. إذا لم يفعل المواطن هذه الظروف أو لا يتحدث بتلك اللغة، لا يستطيع أن يوفر حقوقه، وهذا الأمر هم يجعلونا سنندفع إليه.
نعم، إذا يعني بحديثك عن إذا لم يستجيبوا للمطالب، ما هي الخطوة القادمة؟ ما هي الخطوة الاحتجاجية التي سيقوم بها هذا الحراك؟ الحراك قام في خطوة تعتبر شبه إعلامية وغير مؤثرة حاليا في الشارع، الكل يتظاهر ولا أحد ينظر إليه. بالنسبة إلى الخطوة القادمة سيكون هناك تقديم مذكرات لتوضيحية ومفكر لكل الجهات المسؤولة عن حل الأزمات. إذا لم تعد الجهات بعين الاعتبار لهذه المذكرات سيتحملون الأمر الذي سيحدث ويتحملون عقوبات كذلك. طيب نحن في تنسيق مع حرس المنشآت في شركة سرارة، مع تنسيق مع البلديات الموجودة في بداية الجنوب الليبي، تقف السيارات التي تصدر إلى الشركات المصرية. نحن لا ذنب لنا فيما يحدث، ولكن الجهات المسؤولة هي المذنبة إذا حدث هذا الأمر، هم جعلونا نفعل ذلك. هذا ليس تهديد أو غلاق قوة الليبيين، ولكن لكي يصل صوتنا إلى الجهات المسؤولة وتنظر إلى نجرة اعتبار لنكون مثلنا مثل الشعب الليبي في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية. لماذا المنطقة الشرقية والغربية يوجد بها سيولة والسقف 1000 دينار بينما نحن السقف 100 دينار؟ هذا إدلال. الوقود موجود في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بينما البترول موجود في المنطقة الجنوبية ولا يوجد فيها وقود. لدينا الماء ولا يوجد لدينا ماء، لدينا الغذاء ولا يوجد لدينا غذاء، لدينا نفط ولا يوجد لدينا وقود. نعم. طيب سيد طاهر، يعني بحديثك عن هذه الأزمات، ما هو الوضع المعيشي داخل البلدية أو داخل البلديات في الجنوب والمناطق في الجنوب؟ ويعني بذلك نستغل وجودك معنا حتى ربما توصل رسالة للجهات المسؤولة. الوضع المعيشي وضع لا يحصل عليه، لا توجد مقومات في الحياة. المواد الغذائية اللي أتت من المنطقة الغربية، سعر الشاحنة للمواد الغذائية 4000 دينار، في حين أن السيولة غير موجودة. سعر البضاعة أضعاف سعر البضاعة في المنطقة الغربية. المصارف لا يوجد بها سيولة. الشعب المواطنين في المنطقة الجنوبية عادة اهتمامهم على المرتبات في الدولة، لأن هذا القطاع الخاص لا يعمل في المنطقة الجنوبية في المنطقة الغربية أو الشرقية بسبب التعداد السكاني وبسبب التهميش الذي حصل في المنطقة الجنوبية ليس الآن ولكن من قبل 40 سنة فاتت. نعم السيد طاهر النغنوغي، إذن النشط الحقوقي من الجنوب الليبي، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. إلى الشرق الليبي في درنا، حيث أفادت مصادر من هناك أفادت باستهداف تمركزات لميليشيات الكرامة المحاصرة للمدينة في منطقة الظهر الحمر. المصادر أوضحت بأن قوات مجلس شورى ثوار درنا قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع ميليشيات الكرامة، مؤكدة أن الإصابات كانت مباشرة. يشار إلى أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة تحاصر مدينة درنا منذ ما يقارب شهرين وتمنع دخول المواد الأساسية إليها. أوضح مجلس شورى مجاهدي درنا بدأه في إجراءات تسليم جثامين 5 عمال أجانب من حقل الغاني كان ما يعرف بتنظيم الدولة قد قام بقتلهم منذ عام 2015. المجلس في بيان له الاثنين أشار إلى أن قواتهم أثناء محاربتها لما يعرف بتنظيم الدولة عثرت على الجثامين، وتبين أن العمال مخطوفون من حقل الغاني النفطي وقد قتلوا ظلما وعدوانا وفق البيان، ضمن ما كان يقوم به التنظيم من تشويه للدين حسب ما جاء في بيان المجلس.
أعلنت اللجنة التحضيرية درنا المشكلة من قبل ما يعرف بمجلس الدولة عزمها إرسال سفينة مساعدات إنسانية إلى مدينة درنا، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي. رئيس اللجنة التحضيرية عبد الرحمن الشاطر قال في تصريح صحفي إن اللجنة المشكلة من 5 أعضاء رفعت مذكرة للرئاسي المقترح من أجل تسريع إجراءات الموافقة لضمان سلامة السفينة ووصولها لوجهتها. ودعا الشاطر رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إلى تضمين الوضع المأساوي لدرنا ضمن كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بفك الحصار عنها. وليس بعيدا عن درنا في بنغازي أصدر مجلس شورى ثوار المدينة الاثنين بيانا أعلن فيه إلغاءه لكافة التكليفات السابقة والصادرة عنه، وأنه في صدد إصدار تكليفات جديدة في الفترة القادمة. مركز السرايا الذراع الإعلامي للمجلس ذكر أنه في الفترة السابقة لوحظ وجود عدد من الشخصيات تتحدث باسم المجلس وتدعي تمثيله مع الجهات الرسمية والحكومية، مضيفا أن من يقوم بذلك يستغل معاناة المهجرين والنازحين من أهل بنغازي وكذلك تضحيات الشهداء وفق البيان. وأفاد مصدر أمني من مدينة بنغازي بإطلاق رصاص من قبل أحد عناصر ميليشيا الصاعقة الموالية لما يعرف بالكرامة على دورية تابعة للشرطة كانت تتمركز بمفترق المساكن بالمدينة. المصدر والذي فضل عدم ذكر اسمه قال إن عملية الاستهداف أسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة وهو أحمد العرفي، وتم نقله إلى المستشفى فورا، مضيفا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المدينة منذ الأيام الماضية أحداثا متشابهة وفق ما ذكر المصدر. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. تواصل حرمان عائلة الشيخ عبد الرزاق مشيرب من زيارته رغم تحصلهم على إذن من النائب العام. لابد أن يكون في هذه الأحداث الدموية تحقيق جاد، تحقيق سريع حتى ينصف الناس، وكل مجرم ومذنب ينال عقابه. أما أن تترك هذه الحوادث لواحدة بعد الأخرى تمر دون أن يوقع عقاب ودون أن يكون هناك تحقيق حقيقي، فهذا تفريط. بعض هذه المسائل اللي تتعلق خصوصا بالسطو بالاغتيالات وبالقتل، وطالبنا الحكومة مرارا وطلبنا المسؤولين والنيابات ورجال القضاء أن يحزموا أمرهم والاستخبارات بحيث يضبطوا من هؤلاء المجرمين على الأقل عدد قليل ويقدموهم إلى المحاكمة والقصاص العادل. للأسف يعني هي طول هذه الشهور احنا نزلنا في نفس المكان، ما وجدنا تحقيقا جادا انتهى إلى نتيجة، وصار فيه تحقيق وصار فيه قصاص وعقوبة لجاري بحيث يكون عبرة ورادعا لغيره. انتظر بيان وقرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة للإفتاء من أول ما أعلن حفتر هذا الانقلاب وحذر الناس من الانضمام إليه، وقال كل من يقاتل قال هو خارج عن ولي الأمر وخارج عن الشرعية باعتراف الحكومة وباعتراف المؤتمر الوطني. والبيان قال كل من ينضم إليه ويقاتل معه ويموت فيخشى أن يموت ميتة جاهلية. التي تبناها جماعة سموا باسم الدولة الإسلامية ولا داعش، وأتوا إلى شخص اسمه البغدادي أو كذا وأعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس إلى مبايعته ويقاتلون دينه دون هذا ليس من دين الله في شيء.
هذا ضلال. لابد من التبري من المجرمين. لا تقوم لهذه الدولة قائمة إلا إذا تبرى أهل الحق والخير من المفسدين والمجرمين. لا يؤوهم ولا يؤونهم ولا يناصرونهم ولا يدافعون عنهم ولا يتسترون عنهم. فإن من أحدث حدثاً أو محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإمارات في واقع الأمر هي تدعم التطرف، هي تقاتل مع الدواعش، هي تبعث الأسلحة لحفتر الذي يقاتل مع الدواعش. هذه حقيقة الأمر. المعركة الحقيقية يجب أن ينقلوها إلى بنغازي، لأن إذا انكسرت شوكة حفتر في بنغازي انكسرت شوكة الدواعش. المعركة معركة واحدة كما ذكرنا من أول الكلام. المعركة ليست هي معارك في الحقيقة، وإن تعدد جبهاتها فيها معركة واحدة. أهلا بكم مجددا. أفاد شمس الدين مشارب ابن أخ الشيخ عبد الرزاق مشارب للتناصح، أفاد باستلام العائلة صباح الاثنين لإذن الزيارة من النائب العام. مشارب أكد توجه العائلة مباشرة إلى مقر احتجاز الشيخ لزيارته، إلا أنه لم يتم الإذن لهم بالزيارة رغم تحصلهم على إذن النيابة العامة دون توضيح الأسباب. وأضاف شمس الدين مشارب بأن العائلة لا تخفي قلقها على حياة الشيخ عبد الرزاق مشارب وخشيتها لتعرضه تعرضه للتعذيب أو حتى للقتل حسب ما قاله. فسبع البدنة وسبع البقرة تساوي الواحدة من الغنم، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال، لابد أن يكون ثنيا، وهو في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما تم له 1 سنة، واستثني الضال فيجوز ما تم له 6. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ابن شقيق الشيخ عبد الرزاق مشارب شمس الدين مشارب. سيد شمس الدين أهلا بك. بداية لو تحدثنا على عن أسباب منعكم من زيارة الشيخ عبد الرزاق مشارب بعد تحصلكم على إذن الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بناء على تصريحات قوة الردع الخاصة في الإعلام خدينا بكلامهم ومشينا للنائب العام وقدمنا مذكره واستنينا صدور اذن الزياره، فاستلمناها اليوم والعائله توجهت بناء على ذلك لقوه الردع. ففوجئوا طبعا العائله بان رفضوهم، ويعني كان الرفض من قوه الردع، وان وقت الزياره ان الشيخ عبد الرزاق ممنوع من الزياره. فهذا يعني الامر اثار استغرابنا صراحه. احنا يعني تبعنا الأوامر زي ما قالوا هم يعني، ومشينا بالسياق القانوني واستصدرنا إذن الزيارة، ومع ذلك رفض قاعدين يعني رافضين ان احنا نتواصل مع الشيخ يعني بأي طريقة. طيب إذن الزيارة أخذتموه من مكتب النائب العام أليس كذلك؟ اي نعم، عن طريق محامي. احنا وكلنا محامي. نعم. والمحامي استصدرنا إذن الزيارة رسمي بشكل رسمي من مكتب النائب العام. نعم. يعني مشينا في الاجراء القانوني يعني احنا. طيب طالما هم نعم. تبعناهم يعني. طالما مكتب النائب العام يصدر في اذن لزياره الشيخ عبد الرزاق، يعني بالتاكيد ان للشيخ عبد الرزاق قضيه محتجز بناء عليها، الم يوضح لكم هذا الامر؟ احنا يا استاذي قدمنا لما الموضوع اصبح فيه اصبح مبهم بالنسبه لنا، لان في جهه ترفض تنكر ان هي اصدرت امر قبض، والجهه الاخرى تقول احنا والله نتحركوا باجراء قانوني. فاحنا لما توجهنا للنائب العام وقدمنا مذكره شكوى، قالوا لنا على اساس ان احنا باذن الله نستلموا امر اذن الزياره بناء على المذكره اللي احنا قدمناها ووافقنا فيها طلب ان احنا نبوا اذن زياره. نعم. فالحق احنا لما الامور يعني اشكلت علينا وكلنا محامي، والمحامي الان هو ماشي في الاجراءات القانونيه،
واحنا اليوم استصدرنا اذن الزياره زي ما صرحت قوه ردع الخاصه بان هم قالوا لعائله مشارب ان يجيبوا امر زياره من نائب العام، جبنا لهم اذن زياره ومشينا بناء على الامر هذا. اليوم العائله توجهت قبل صلاه الظهر وكان الرفض، يعني كان رفض وما قبلناش يعني حتى نحن يعني جايبين امر من نائب العام، يعني هذا اذن رسمي ما رفضوه يعني ما الله اعلم. طيب ما هو سبب الرفض وفق ما قالوه لكم؟ الشيء الوحيد اللي قالوا لهم، قالوا ان الشيخ الان ممنوع الزياره عليه الشخص هذا، هذا اللي قالوه لهم فقط يعني. نعم لم يوضحوا لكم اي شيء اخر؟ موضحوش. لا لم يوضحوا اي شيء، ما وضحوش اي شيء. طيب هل لديك اي رساله سيد شمس الدين؟ والله احنا بس يعني نتواصل، نطلب منهم حتى ان هم يعني قوه الرد الخاصه ان تتواصل مع العائله مثلا اذا كانوا ما يبوش يفتحوا معنا نقاط تواصل رسميه. واحنا يعني قعدنا معش صراحة يعني الامر الان اكثر من اسبوع، والشيخ نبغوا نعرف يعني حالته الصحيه والامور النفسيه وملابسات الاختطاف هذا اللي صار. نعم. وهذا كله يعني من حقنا كعائله الشيخ ان احنا نعرفوا الشيء هذا، واحنا مشينا زي ما نقول يعني زي تبع كذاب لفم الباب حشات، وصلنا ومشينا تبعناهم زي ما قالوا لنا، والان نفاجئ بصراحه يعني فرحنا اليوم ان اصدرنا اذن الزياره والعائله يعني استبشرت خير بهذا الامر. وتوجهنا للقوه ردع بمعنويات مرتفعه ان احنا يعني ما جايين بطريقه قانونيه، فنفاجئ صراحه بناس اصلا ما همش حتى مكلفين ان يتعاملوا معنا او يتفاهموا معنا، هم اللي استقبلونا في الباب وهم اللي يعني ردونا خائبين يعني. نسال الله العافيه والسلامه الحق يعني، نسال الله السلامه والخلاص. شكرا لك سيد شمس الدين مشارب ابن اخ الشيخ عبد الرزاق مشارب، كنت معي عبر الهاتف، اشكرك جزيل الشكر. تعطلت الحركة في المعبر الحدودي برأس جدير منذ يوم الأحد بعد قرار من الجانب الليبي بإغلاقه بسبب إشكاليات داخلية في الإشراف عليه. مصادر إعلامية أوضحت أنه رغم أن الجانب التونسي ما زال لم يتخذ قرار الغلق ويسمح للليبيين بالمرور، لكن مصدرا أمنيا أكد بأنه قد يتم غلق المعبر من الجانب التونسي إذا تطورت الأمور داخل ليبيا تجنبا لأي إشكالات قد تحصل بحسب المصدر. هذا وقال رئيس منفذ رأس جدير العقيد سالم العكعاك إن إغلاق المنفذ جاء بعد احتجاج واعتصام العاملين ومطالبتهم بإعادة تنظيم العمل وفك التداخل والعراقيل أمام أداء وظائفهم. وأضاف العكعاك في تصريحات صحفية أن العمل جار على معالجة الأمر وتذليل الصعوبات أمام الأجهزة الأمنية والبالغ عددها 13 جهازا والتي يعمل بها أكثر من 1000 موظف، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت بعد حدوث بعض التداخلات في الصلاحيات، وأنه غير راض على إغلاق المنفذ ولكنه لا يملك إلزام بعض الأجهزة الأمنية التي أغلقت المعبر لأنها لا تتبع لإدارته، مؤكدا التواصل مع الجميع مع وجود بوادر حل الخلاف في أقرب وقت. أفاد مصدر صحفي من مدينة زوارة بإغلاق معبر رأس جدير من الجانب الليبي بسبب خلافات بين إدارة المنفذ وبين الجهات أو جهات تتبع للأمن المركزي. المصدر أفصح للتناصح عن وجود احتجاجات على آلية التعامل مع بعض الإدارات الأخرى، حيث أن مديرية منفذ رأس جدير لديها وجهة نظر في آلية التعامل مع القوة الموجودة بالمنفذ بالإضافة إلى تداخل الاختصاصات. مشاهدينا الآن ننتقل بكم إلى فقرة أخبار البلديات. أقيم بمقر المركز الثقافي تجرة الاثنين ورشة عمل تحت شعار حقي في التيسير. بلدية تجرة نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك
أن الورشة أقيمت تحت إشراف المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة، وأن الهدف من إقامتها التعريف بهذه الفئة، حيث تم خلالها طرح مواضيع تخص فئة ذوي الإعاقة ومناقشة أمور الاتفاقيات الدولية التي تخص هذه الفئة. شهدت مدرسة ترهون للفروسية الأحد فعاليات ختام مهرجان غصن الزيتون الثالث للفروسية الشعبية بالمدينة، والتي استمرت فترة 3 أيام. بلدية ترهون نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن المهرجان شهد عددا من الأنشطة الثقافية والرياضية، أهمها الأمسيات الشعرية التي أقيمت بحضور الشعراء من مختلف المناطق الليبية، بالإضافة لعروض الخيل بمشاركة العديد من العجود من مختلف مناطق ليبيا. عقد بديوان بلدية الزاوية الجنوب اجتماع ضم عميد البلدية وعددا من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة لعدد من مختاري المحلات بمناطق البلدية. بلدية الزاوية الجنوب نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن الاجتماع تطرق للعديد من الملفات التي تخص المواطن البسيط ومناقشة المشاكل والعمل على حلحلتها للتقليل من العبء على المواطنين. يستمر مكتب المشروعات ببلدية الخمس متابعة أعمال ترصيف وتعبيد ساحة الرخام وسط المدينة. بلدية الخمس نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن الهدف من هذه الأعمال هو توسيعة الساحة للسماح بركن أكبر عدد ممكن من المركبات الآلية وتخفيف المختنق المروري بالمنطقة. تسلمت إدارة الخدمات الصحية في مدينة سرت شحنة أدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية مخصصة للمراكز والوحدات الصحية في سرت وضواحيها. ونشرت إدارة الخدمات الصحية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن شحنة الأدوية تم تسلمها ومباشرة توزيعها على المراكز الصحية والوحدات الصحية الواقعة في مناطق البطومة والغريبات وأبو هادي وأبو زاهية ومركز ابن النفيس الصحي أسواوة في سرت. وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم توزيع الأدوية التي لم تسلم بعد على باقي المرافق الصحية الأخرى التابعة للقطاع داخل نطاق البلدية. عقد بديوان بلدية سرت الأحد اجتماع ضم عميد البلدية مختار المعداني مع وفد من شركة المياه والصرف الصحي. بلدية سرت نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن الاجتماع أقيم بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة لمدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة، وذلك لمناقشة استعدادات الشركة لموسم سقوط الأمطار وطرح خطة الشركة لمواجهة تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية. كما أكد المعدان خلال الاجتماع أن البلدية مستعدة لتوفير كافة الاحتياجات التي تطلبها الشركة لمواجهة تجمع المياه في شوارع المدينة. افتتح الأحد قسم الولادة الطبيعية بمستشفى من هند القروي ببلدية وادي البوانيس. البلدية على صفحتها الرسمية أشارت إلى أن عضو المجلس البلدي البوانيس قام رفقة عدد من المدربين التابعين لمنظمة مبادرة التغيير السلمي ومختار محلة تمن هند ومدير مستشفى تمن هند والأطقم الطبية العاملة به بقص شريط الافتتاح والإعلان عن بدء العمل في القسم. وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة جاءت ضمن المشاريع والمقترحات التي تقدم بها شباب منطقة البوانيس لمنظمة مبادرة التغيير السلمي، وبدورها وافقت المنظمة على دعمه وتنفيذه. وصلت صباح الاثنين إلى صيدلية مركز طبرق الطبي شحنة من المستلزمات الطبية والتي تخص عددا من الأقسام الطبية والعنايات وغرف العمليات بمركز طبرق الطبي. وبحسب مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بمركز طبرق الطبي، فإن الشحنة وصلت من وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والتي تخص بند التحسين والتطوير. وأضاف المكتب بأن الشحنة هي عبارة عن قطن طبي وقفازات ومستلزمات خاصة بالعمليات الجراحية والأقسام الطبية والعنايات. اجتمع مراقب الاقتصاد بطبرق محمود عبد الحق بمكتبه مع عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الاقتصاد بالبلدية علي الصغير. بلدية طبرق نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة نقص الدقيق على مخابز المدينة، فيما أكد عبد الحق خلال الاجتماع أن الدقيق سيصل إلى المدينة وسيتم توزيعه خلال الأيام المقبلة. الآن تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء.
تواصل الاشتباكات في مدينة صبراتة وما يعرف بغرفة محاربة تنظيم الدولة تستهدف وفدا للمصالحة وسط المدينة بعد إعطائهم الأمان. تفاقم الأزمات في الجنوب الليبي يتسبب في تعليق الدراسة واحتجاجات من أهالي المنطقة. وشورى مجاهدي درنا يستهدف تمركزات لميليشيات الكرامة بمنطقة الظهر الحمار جنوب المدينة. كما تابعتم أيضا تواصل حرمان عائلة الشيخ عبد الرزاق مشيرب من زيارته رغم تحصلهم على إذن من النائب العام. تصبحون على خير. Thank you.